إذن مشاهدينا مستمرين معاكم في برنامج صباح الشرقية 10. لا تقولين لك في كل أحيان كلمة لا، يعني مرات خلاص نعم في مرات لا. تكتيكات معينة، وحتى ممكن يستخدم أشياء معينة. على فكرة هذه نقطة جدا مهمة، يعني في بعض الأحيان محمد خلنا نكون واقعيين وصريحين، نستحي أن نحن نقول لا، صحيح، وهو حتى أحيانا على حساب صحتنا، على حساب نفسيتنا. فممكن هذه من ضمن الأمور بالفعل، أو حتى هذه الفقرات تخدم شريحة كبيرة، وخاصة اللي يستحون يقولون كلمة لا. أكيد عايشة، غيرنا الواحد يستحي ويخجل أن يقول كلمة لا، اللي هي الواحد ما يعرف كيف يقولها أو كيف يفتح فيها الموضوع مع الشخص الآخر. خاصة أن احنا اليوم في ثقافة مجتمع أو في ثقافة وعادات وتقاليد، أن كلمة لا احنا أساسا نعتبرها كلمة صعبة، يعني ترديت الشخص، فكيف الواحد يتعلم أنه يدخل على كلمة لا من أبواب أخرى؟ صحيح. فهذا اللي تعلمنا اليوم إن شاء الله من الأستاذ خلود. طبعا مشاهدين احنا مستمرين معكم في برنامج صباح الشرقية، وكذلك المنطقة الشرقية اللي تزخر بالعديد من المناطق السياحية والطبيعية كذلك الجميلة، ويعتبر سد الغيل من هذه الأماكن التي يرتادها الكثيرين لما لها من مناظر طبيعية مميزة. خلونا نتابع هذا التقرير مع الزميل حمدان المازمي اللي خذنا في جولة في سد الغيل. نصبح عليكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ونحييكم تحية طيبة ويا مرحبا بكم ويانا وين ما كنتوا. طبعا اليوم نحن متواجدين بعدسة الشرقية في مدينة كلباء، وبالتحديد في هذا السد الجميل، سد الغيل اللي يقع في منطقة الغيل. هذه الوجهة السياحية تعتبر في مدينة كلباء. مشاهدينا الكرام، لتفاصيل أكثر حول هذا السد، سد الغيل، ابقوا معنا. سبحان من خلق فأبدع وصور فأحسن الصور، هنا وسط الجبال الشامخات والهواء النقي العليل ترتسم لوحة من صنع الله سبحانه في منطقة الغيل بمدينة كلباء. يعد سد الغيل في كلباء من الأماكن الطبيعية التي تأتي إليها العائلات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والهواء النقي بعيداً عن صخب المدينة، حيث يستمتع الأطفال برؤية البط يسبح في المياه والجبال تحيطه من كل جانب، وبعض النباتات تزينه فترسم لوحة بديعة من صنع الخالق سبحانه. يقف سد الغيل الذي يبلغ ارتفاعه 405 متراً وطوله نحو 26 متراً، ليكون إضافة إلى مسيرة التنمية التي يحرص على استكمالها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة حفظه الله. يعتبر سد الغيل الخرساني من الوسائل الهامة التي تساعد في تغذية المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يعود بالنفع على المساحات الزراعية المحيطة به، حيث يقع بالمنطقة الزراعية الشمالية من الغيل بمدينة كلباء. مما لا شك فيه إن السدود الموجودة بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة تساعد جميعها على استدامة الموارد المائية والزراعية وضمان الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والمياه الجوفية العذبة. إذا مشاهدينا شاهدنا هذا التقرير اللي أعد لنا الزميل حمدان المازمي المتعلق بسد الغيل الذي يعتبر أيضا من الوجهات السياحية الجميلة في المنطقة الشرقية وبالتحديد في مدينة كلباء، وسمو الحاكم الله يحفظه يعني أمر بإنشاء العديد من المرافق التي ستخدم سياح هذا السد، منها مواقف للسيارات، من هناك هنالك في أماكن للتخييم، عربات للطعام، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، ومنها أيضا زراعة
زرعت عدد كبير من أشجار السدر، ستضيف إن شاء الله كل هذه الأمور جمالية أكبر وأكثر لهذه المحمية أو حتى هذا السد. أكيد عايشة اليوم يعني استراحة سد الغير راح تكون أكيد من الأماكن الجميلة اللي بالفعل يعتادها الزوار، خاصة يعني الحين هي قبل هذه النقلة أو قبل هذه المشاريع هي أيضا تلاقي إقبال كبير من قبل السياح والزوار، وكذلك كل الشكر لبلدية مدينة كلباء وطبعا على هذا الاهتمام الدائم بهذه الأماكن الجميلة والمحميات الجميلة، فيعطيهم العافية وكذلك الجميع القائمين على إضافة هذه الجماليات إلى هذه المناطق. طبعا مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى موضوعنا التالي، حيث تعتبر المشكلات الهضمية من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال وتؤدي إلى حدوث خلل في التغذية السليمة للطفل، وقد تؤدي إلى حدوث أمراض كثيرة ومشاكل في صحة وسلامة الأطفال. وللحديث أكثر عن الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال ومادة الجيلوتين، يسعدنا أن نرحب معكم بالدكتور مسعف آل عبد الرزاق أخصائي طب أطفال. وطبعا في البداية نصبح عليك بالخير دكتور، حياك الله ويانا في برنامج صباح الشرقية. صباح الهنا والنور فيكم ومشاهدينكم ومستمعيكم الكرام، أهلا وسهلا. يا مرحبا بك دكتور. اليوم موضوعنا دكتور يعني جدا مهم، وخاصة الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال، يعني حتى العلامات نقدر نقول نفسها هي نفس الزكام العادي. خلينا نتكلم شوي عن الاضطرابات الهضمية، لماذا يصاب هذا الطفل وخاصة المواليد بهذه الاضطرابات؟ لا، أمراض الاضطرابات الهضمية بصورة عامة تنقسم إلى قسمين، نوع وظيفي ونوع عضوي. أكثر الحالات اللي نشوفها عادة هو النوع الوظيفي عند البيبيات الصغار اللي بتترافق بانتفاخ أو بمغص أو بارتجاع أو بإسهال أو بإمساك. هذه أمراض تعتبر وظيفية وبتعدي بطريقة سليمة وما منها أي مشاكل، عبارة عن نوع من أنواع التغيير. إذا كان الطفل على مرضع من أمه بياخد الماما تغير شوية من نظام الغذائي تبعها، وإذا كان عم ياخد حليب من أنواع الحليبات الصناعية وحصل عنده نوع من أنواع الاضطرابات الوظيفية نتيجة إما بعض التحسسات للحليب أو شيء من غير نوعية الحليب، هذا بالنسبة للاضطرابات الوظيفية. إذا رحت للاضطرابات العضوية أو اللي بتكون العلاقة بأعضاء الجسم، الاضطرابات الوظيفية العلاقة بالحركة والإفرازات تبع الأمعاء، أما الوظيفة أما العضوية فهي مشكلة داخل الأمعاء، إما بتكون نوع من أنواع التهابات المريء نتيجة القلس أو الأرجاع اللي بيحصل، أو موضوع الداء الزلاقي اللي حكيتي عنه اللي هو نتيجة الجلوتين، أو نوع من أنواع القولون العصبي اللي بيترافق بآلام. كل هالأعراض بترافق بآلام، آلام قد تكون مبهمة وقد تكون آلام فعلا متكررة، ويكون بالليل ممكن تصحي الولد وبالنهار تصحي الولد، ترافق بانتفاخ بغازات بإسهال بنحول عدم زيادة وزن عدم تحسن وضع الطفل تقدمه سواء بالطول أو حتى بالوزن. طبعا ممكن تؤدي إلى أشياء ثانية سيئة. الاضطرابات الهضمية اللي عم تقصدي في نتيجة الجلوتين هي عبارة عن مرض مناعي. الجهاز المناعي تبع الطفل بهاجم الأغشية المخاطية الموجودة بالأمعاء إذا الطفل أكل مادة فيها الجلوتين، وإذا كان هو عنده حساسية للجلوتين. مو كل الناس عندها حساسية للجلوتين، بس الناس اللي عندهم تحسس للجلوتين إذا أكلوا المادة فيها جلوتين فالجسم تبعهم الجهاز المناعي اللي عندهم عوض ما يهاجم الجلوتين يهاجم الأغشية المخاطية الموجودة بالأمعاء. يعني كالحليب وغيرها من الأمور دكتور؟ لا، الجلوتين ما له علاقة بالحليب. الحليب وبروتين حليب البقر له علاقة، تحسس حليب البقر بيؤدي لأعراض، طبعا بيؤدي لأعراض هضمية من إسهال ومن إقياءات ومن إرجاع ومن نحول ومن أعراض الثانية في تنفسية وفي جلدية بموضوع الحليب بروتين حليب البقر. لكن إذا أصبتي جلوتين الحليب، جلوتين التحسس للجلوتين، فهو الجلوتين هو مادة موجودة بالقمح، موجودة بالشوفان، موجودة ببعض أنواع الحنطة، بعض أنواع الذرة، فممكن تكون هي السبب. المعكرونة، الأكلات، بعض أنواع العصير الجاهز، بعض أنواع الأدوية حتى موجود فيها الجلوتين. فالطفل اللي عنده أو حتى الكبير اللي عنده حساسية من الجلوتين أو عدم تحمل للجلوتين، هذا بيؤدي إلى
إصابة معوية مؤذية للذغابات المعوية الموجودة بالأمعاء. جميل. وبيؤدي لمنع امتصاص المواد الأساسية المفيدة لتغذية الإنسان. جميل دكتور، ولكن هل يمكن تفادي هذه الاضطرابات بالنسبة للأطفال قبل حدوثها، أو أن يمكن مثلا لأولياء الأمور مثلا أنهم هناك طريقة معينة أنها ما تحدث عندهم هذه الاضطرابات أو غيرها؟ هلا الناس اللي عندهم قصة عائلية بالداء الزلاقي اللي عم تسميه السيليك ديزيز، ممكن هن يكون في عندهم استعداد، فبيكون الشخص عارف أنه في عندهم قصة عائلية، فممكن يتلافى هالموضوع إلا أن يثبت العكس. وكثير أحياناً بيكون الطفل لا يثبت، أو حتى الشخص ما نقدر نثبت أنه هو عنده إصابة بالبداية، يعني بتجوز عنده أعراض عادية بس ما بتكون ظاهرة عنده 100% علامات الداء الزلاقي. فمشان هيك يعني يبين معنا، يعني من أول ما تظهر علامات انتفاخ أو علامات ألام بطن وبتكون متكررة وتترافق مع نحول وتترافق مع تأخر تحصيل مدرسي، لأنه بيأثر على درجة الذكاء ودرجة التحصيل. فبهيك حالات مفروض دائما نبحث عن السبب وندور على التشخيص. نعم. ممكن من أصعب الاضطرابات أو الفئة اللي تعاني من هذه الاضطرابات دكتور يعني صغار السن، منذ الولادة ولغاية يعني سنتين، بحيث أنهم ما يتكلمون، الأم ما بتعرف مثلا شو وجعهم. فكيف ممكن الأم تدارك أو تعرف هذه الاضطرابات الموجودة لدى طفلها؟ هل هناك في أعراض معينة؟ وخاصة مثل ما نعرف أن لدى الأطفال يعني هذه الآلام تزيد شدتها في فترة الليل. صحيح. فكيف ممكن أن الأم تدارك هذه الأمور؟ هلا البيبي الصغير يعني من عند الولادة لفترة السنة أو حتى للسنتين، أكثر أعراض مشاكل البطن عنده أو الاضطرابات الهضمية هي وظيفية. يعني فكرة أنه يكون حصل عنده سيليك ديزيز من البداية صعب تقدر توضحي الأمر إلا إذا كان في قصة عائلية، ولأنه وراقية. حتى التحاليل اللي بتنعمل للطفل، نعم، حتى التحاليل اللي بتنعمل لاستكشاف مرض السيليك ديزيز أو الداء الزلاقي ما بتكون واضحة 100% تحت عمر 5 سنين. فأكثر الحالات اللي بتكون بالبيبيات الصغار هي اضطرابات وظيفية نتيجة الغذاء اللي عم تتناوله الأم أو نوعية الأكل اللي عم بيأكله البيبي. صحيح. يعني إذا أن في تحسس أو عدم تحمل لمادة بروتين حليب البقر، فهذا بيعمل مغص كتير وبيعمل أقياءات وبيعمل اضطرابات إسهال وبيعمل علامات دم حتى بالتبرز تبع البيبي. فأكثر الحالات هي بتكون وظيفية. حتى الموضوع الأقياء المتكرر قد يكون نتيجة وجود عدم تحمل لبروتين حليب البقر، لكن الجلوتين بالذات لحتى تقدري تظهري أو تكتشفي المرض بده يكون في فوق 5 سنين، لأنه التحاليل يعني ما بتكون إلا في عنا حالات العلاقة بالتغذية العصبية للأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة مثل هيرسبرينغز ديزيز. هذا نوع من أنواع الأمراض، هذا ممكن يكتشف من البداية وممكن يحتاج عملية خلال الأشهر الأولى من العمر. جميل. طيب دكتور، إذا كان هنالك مثل ما تفضلت وذكرت يعني انتفاخات معينة، علامات معينة، أعراض معينة، يعني ممكن أن نحن نقول أن هذا مرض من أول مرة؟ لأن يعني خلينا نكون واقعيين، يعني دائما لما نشوف انتفاخات معينة وخاصة للأطفال عندنا حلول بديلة وحلول شعبية ومنها الينسون. صح. فنتكلم شوي عن هذه الامور، خاصه مثل ما ذكرت ايضا دكتور ان الموضوع يمكن في بعض الاحيان يعود الى جانب يعني اللي هو انه خلاص متوارث في هذه. صحيح. العائله جانب وراثي، فبعض اولياء الامور كانوا يتجهون الى بعض الحلول التقليديه اللي هم نعم. عارفينها بالنسبه للطفل، فيعني من غير ما يكون عندهم اصلا وعي بان هذا الموضوع راح يشكل لهم اعراض اخرى. هلا شو بتقول الجده؟ احنا بنوافق. شو بتقول الجده؟ احنا بنوافق. بيعطي ينسون، بيعطي شمر، بيعطي انا. صح. لكن اذا اخذت الناحيه العلميه لا يوجد اثبات علمي ان المواد العشبيه بتؤدي الى تخفيف نسب وتواتر الام البطن وانتفاخه عند البيبيات الصغار، لانه في شيء اسمه المغص الاول عند البيبيات خلال 3 شهور الاولى. هذا 3 ساعات باليوم، 3 أيام بالأسبوع لمدة أكثر من شهر. فهذا المغص حتى لو تعطيه مثل ما بيقولوا كلاس شمر ولا ينسون يعني أنت عم تخدره، عم تنيمه. صحيح. لكن ما عم تروح الألم اللي حاصل أو العرض اللي حاصل ببطنه. في كتير أدوية طلعت، حتى أدوية يعني كيميائية
ولم يثبت تأثيره الفعلي على الطفل. لذلك أفضل شيء أنه نعمل يعني تغيير اللايف ستايل تبع الأم، الأكل الأم، هذا إذا عم ترضع هي. وإذا كان البيبي عم بيرضع صناعي هذيك الساعة من إلا للأم تحاول تأخذ الأنواع الحليب اللي هي من أنواع اللي بتأدي لتقليل الغازات، اللي أنواع الكومفورت، يعني هذول الأمور اللي معمول فيها بتقليل نسبة اللاكتوز، بتقليل بعض البروتينات اللي البروتين حليب البقر وهدرجته، فبيؤدي إلى تخفيف نوع من أنواع الغازات والانتفاخات عند الأطفال. لكن اللي ينسون وشمر على عيني مثل ما تقول يعني دكتور اسمه جرام مام ريجيم هلا. نعم بقطع كلامك بالخير، يعني دكتور يعني في بعض الأحيان نقول إنه هو الطفل ما عاد بيكمل شهوره وبيكبر بتروح عنه هذه التقلصات وهذه الغازات والأعراض وغيرها من الأمور. ممكن أيضا نحن يعني نتجه إلى خطوة خطرة جدا. نعم صحيح. هلا إذا كان الموضوع مثل ما موضوع عضوي طبعا بتسيء الحالات وبتسيء الامور. احنا كثير ايام نضطر نعمل التراساوند للطفل البيبي اللي بيبكي كثير، احيانا بيكون في تشوهات معويه، احيانا بيكون في عندنا بعض الانسدادات، احيانا بيكون عندنا مشاكل. هذا عم نحكي اذا كان عضوي. لا كل طفل يتكرر عنده المشكله والاهل بيبقوا كثير وريد وكثير خايفين عليه، احنا بنريحهم نعمل له التراساوند ونفرجيهم انه هذا الطفل اذا كان عنده مشكله تعالج، ولكن اذا كان وظيفي ليس له علاج، ليس له علاج غير تغيير اللايف ستايل تبع الأم بالتغذية وتغذية ومحاولة إنه نحضن البيبي أكثر. البيبي أحيانا حتى كان وما ما كان بكي لما بنحط على صدر أمه بيسمع دقات قلب أمه تتغير الوضع، تتغير حالته. لكن مثل ما يعني تشخيص أمراض غير عن طريق الألترا ساوند طبعا بالبداية الأولى، إذا كان في عندنا نوع من أنواع التشوهات أو نوع من أنواع المشاكل الداخلية اللي تظهر بالألترا ساوند هذه الساعة ممكن نحكي فيها، لكن المغص بصورة عامة والانتفاخات العادية الوظيفية السليمة ليس لها مشاكل مستقبلية. جميل. طبعاً الطفل. جميل. طبعاً دكتور مسعف عبد الرزاق يعطيك العافية على هذه المداخلة، نشكرك على تواجدك معنا اليوم في هذه المداخلة عبر برنامج صباح الشرقية وتعريفنا على بعض النصائح والإرشادات هي ما يخص هذا الموضوع. بالفعل هو موضوع للضرورة معرفته بالنسبة للأطفال. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور يعطيك العافية. شكرا. إذن عايشة طبعا احنا وصلنا للختام مع المشاهدين بعد هذه الفقرة الطبية الأخيرة لبرنامج صباح الشرقية لهذا اليوم. نكون وصلنا معاكم مشاهدينا إلى الختام، وفي الختام تقبلوا منا هذا السلام. نشوفكم إن شاء الله في حلقة غد الثلاثاء إن شاء الله على خير ومع السلامة. إذا مشاهدين لقانا إن شاء الله يتجدد بكم يوم غد في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عايشة الأنصاري وتحيات زميلي محمد البلوشي وجميع طاقم العمل، ودمتم في أمان الله.